قالت وكالة سانا التابعة للنظام بأن قتلى وجرحى سقطوا في هجوم إسرائيلي على مواقع بير في حلب الشمالي. من جهتها أفادت مواقع موالية ومصادر محلية بأن 17 شخصاً تابعين لمجموعات مدعومة من إيران قتلوا ذلك باستهداف معمل لصهر النحاس ببلدة حيّان بير في حلب. إضافة إلى مواقع أخرى تتمركز فيها هذه الميليشيات. ريف حلب الشمالي كان الوجهه لاحدث هجوم اسرائيلي جوي على سوريا حيث افادت وكاله انباء النظام سانا بان الضربه الاسرائيليه وقعت في الساعه الثانيه عشر ليلا واستهدفت مواقع في محيط حلب اسفرت عن وقوع عدد من القتلى وبعض الخسائر الماديه من دون تفاصيل اضافيه من جهتها قالت مواقع اعلاميه مواليه للنظام ان 17 شخصا قتلوا وأصيب خمسة عشر آخرون في هذا القصف كما أن مصادر محلية أعطت مزيدا من المعلومات عن هذا الهجوم حيث حددت مكان الاستهداف بمعمل النحاس بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة لمجموعات مدعومة إيرانيا في بلدة حيان بريف حلب مشيرة إلى أن القتلى تابعون لهذه المجموعات ومن جنسيات سورية وغير سورية يفصل هذا الاستهداف خمسة أيام فقط عن آخر هجوم مزدوج شنته الطائرات الإسرائيلية على كل من محافظة حمص ومدينة بانياس شمالية طرطوس أما المشترك بين هذه الهجمات كلها فهو أنها بلا شك وكما جرت العادة تستهدف مواقع وجماعات وربما شخصيات مرتبطة بشكل أو بآخر بالوجود الإيراني في سوريا تبقى التفاصيل الكاملة عن كل ما جرى عند إسرائيل التي اعتادت سياسة الاستهدافات الصامتة في سوريا لكن الواضح أن الوجود الإيراني هناك ما يزال ضمن رادار طائرات تل أبيب إلى أجل غير معروف حول هذا الموضوع معي من غزة عنتاب يعني تاب المحلل العسكري العقيد عبد الجبار العقيدي أهلا بك عقيد عبد الجبار قبل قليل وكالة إيرانية تعلن بأن قائد او قيادي نعم في الحرس الثوري الايراني واسمه سعيد ايبار قتل في الغارات الاسرائيليه الليله الماضيه، ماذا يفعل هذا القيادي في الحرس الثوري في معمل لصهر النحاس بدايه؟ مساء الخير لك وللساده المشاهدين. بالتاكيد هو هذا المعمل معمل النحاس للتصحيح وليس معمل صهر النحاس هو مم. معمل النحاس في مدينه في بلده حيان القريبه جدا من نبل والزهراء يعني هذا المعمل لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن بلدتي نبل والزهراء مم. ذات الاغلبيه الشيعيه التي يسيطر عليها ويتواجد فيها بكثافه حزب الله اللبناني والميليشيات الايراني هذه المنطقه ايضا منطقه بلدة حيان والمنطقة استولى عليها الحرس الثوري الايراني واستولى على معامل الناس الموجودة في هذه المنطقة وحولها الى قواعد لا والى معامل لتصنيع المتفجرات لتصنيع الصواريخ والقذائف الصاروخية وبالتالي هذا يتواجد يعني طبيعي ان يتواجد المستشارين الايرانيين في هذه المناطق عداك عن ذلك اصبح المستشارين الايرانيين رفيعي المستوى يهربون من المناطق المعروفه لدى الاسرائيليين وخاصه في دمشق وفي ضواحي دمشق في السيده زينب وغيرها في حمص في في البوكمال في الميادين، هذه مناطق معروفه ومستهدفه بشكل دائم، اما حقيقه هذا الاستهداف هو سابقه يعني لم تحصل من قبل باستهداف الريف حلب الشمالي في هذه المنطقه للمره الاولى يتم استهداف يعني وهذا دليل على التعقب الاسرائيلي المستمر للميليشيات الايرانيه في كل مكان، يعني حتى في الاماكن الفرعيه، الاماكن التي ليست ذات اهميه ولا يوجد تواجد يعني ووزن حقيقي للميليشيات الايرانيه فيها. فهذا الاستهداف حقيقه يعني ربما يعني هو في سياق الاحداث وفي سياق الاستهدافات الايرانيه للميليشيات الايرانيه وعفوا الاستهداف الاسرائيلي للميليشيات الايرانيه وتعقبها في كل مكان ولكن بنفس الوقت هي سابقه في الريف ريف حلب الشمالي للمره الاولى يتم استهداف الميليشيات الايرانيه في هذه المنطقه. اذا استهداف لمعمل صهر النحاس كما اشرت عقيد عبد الجبار مشكورا وصححت لي. طيب يعني الرساله من هذا الاستهداف هل هو لا لا ليس صهر النحاس هو معمل النحاس معمل, معمل النحاس. النحاس اسمه طيب. معمل النحاس طيب هذا الاستهداف الرسالة أو الهدف منه هل استهداف القيادي أو أنه يعني فعلًا ثمة محاولة إيرانية لنقل الأسلحة إلى الجبهة الشمالية إلى حزب الله إلى جنوب لبنان. يعني حقيقه الرسائل كثيره، اولا هي موضوع كما قلت التعقب باننا نتعقب الميليشيات الايرانيه، نتعقب القيادات القاده الايرانيين وقاده الحرس الثوري الايراني وحزب الله اينما ذهبوا في على مساحه الجغرافيا السوريه. الموضوع الاخر هو حقيقه الاختراق الاستخباراتي الكبير لاسرائيل لهذه الميليشيات اذا هم يتعقبون تحركاتها يتعقبون تحركات قاداتها في كل مكان كما قلت حتى في الاماكن البعيده عن الاماكن الرئيسيه لتواجد هذه الميليشيات وبالتالي ربما هو ليس المستهدف ربما يعني المستهدف هي مقرات هي مواقع تصنيع ومستودعات للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية وبنفس الوقت مقتل هذا المستشار الإيراني والقائد في الحرس الثوري الإيراني هل برأيك يعني هذه الإحداثيات التي وصلت إلى مكان قرب نبل والزهراء هي فعلاً يقوم باعطائها للاسرائيليين النظام او مخابرات النظام عقيد عبد الجبار نعم بالتاكيد هذه الاحداثيات يعني تحصل عليها اسرائيل وهذا قلناه سابقا اكثر من مره تحصل عليها من ضباط مخابرات رفيعي المستوى يعني حتى الشكوك الايرانيه اصبحت تحوم حول ضباط كبار حول الاسد ضباط من القصر الجمهوري وايضا يعني هذه المنطقه يوجد فيها الكثير يوجد فيها الكثير من الشبيحه حتى يعني للمعلومه هذه المنطقه حتى النظام لا يدخلها بشكل كبير وحتى الهاربين المطلوبين من ال الشبيحة النظام المطلوبين مثلا بمحاكم أو قضايا جنائية هم يختبئون في هذه المناطق عند الإيرانيين وعند مم. ميليشيا نبل الزهراء. ولا يستطيع النظام الوصول إليهم إذا هذه المناطق مخترقة ويعني هؤلاء الشبيحة وهؤلاء الميليشيات هم ناس رخيصين مم. يمكن شراءهم ببضع مئات من الدولارات وأعطاء المعلومات للعدو الصهيوني ولكن مم. كما قلت واضح الاونه الاخيره الاستهدافات الدقيقه ضرب السفاره الايرانيه استهداف شخصيات كبيره في الحرس الثوري الايراني هذا يدلل على ان من يعطي المعلومات هم ضباط كبار في استخباره النظام والمقربين من بشار الاسد. العقيد عبد الجبار العكيدي المحلل العسكري من غازي عنتاب شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.